اذا انفلونسر خانا زير واحد المرض، يعني انا يلاه عرفتها دابا، يعني نقدر نقول بلي ديجا كاين واحد المشكل في الكومونيكاسيون د لانفورماسيون. On doit communiquer, les gens doivent savoir que la maladie elle est en place et on doit se prévenir contre la maladie. حد اللي حد الان ما شفت والو، مجرد انا غير كنسمع غير اشاعات على الهضره كدور. انا كنتفق بان الراي ديالي واقيلا الامطار ما كاينش المطر بزاف، فهمتي؟ ودابا ملي طاحت الشتا يمكن ينقص شويه، فهمتي؟ المهم انا هادشي اللي كنقول على هاد الانفلونزا هادي، كنصح الناس. ما عندكش تخوف؟ تخوف حاليا؟ لا، ما عنديش تخوف الصراحه، ما عنديش تخوف. خاصني ناخذ غير الاحتياطات وصافي، انا غسل يدي مزيان وما نقربش للناس هيدا اللي مسخين مراطين، فهمتي؟ شنو رايك في الانفلونزا الخنزير؟ والراي ديالنا هادشي دابا صعيب، والناس الدوله ما حداو شي اخا، والله ما نعرفنا دار معاك الاخا. فين سمعت الخبر اول مره؟ سمعتو سو لا راديو. دابا مع لا جينيراسيون ديالنا ماشي كلشي كيسمع لا راديو، اون اي لا بيبار دي طون سور لي ريزو سوسيو. وصراحه لافورماسيون ني سي با ريبوندو فريمون، قليل اللي يعرف بها. ديما كيبقى ديك الشك، ما عارفينش واش المعلومه كتكون فعلا صحيحه 100% ولا لا. دونك ديما كناخذوا حنا الاحتياط ديالنا، واخا كتجبر المعلومه كاسك تسمع دو بوشا وغي، وعادك المهم كتاكد من الصحه ديالها. مرت فهمتي، جاب السرعه ديالو بكلشي. اش غادي نقول لك؟ ما عارف عليه والو، زعما شي حاجه يمكن نسمعوا به وصافي. هو ضروري عندنا التخوف، عندنا التخوف. ما يخافش من هذا المشكل هذا، يعني مسألة عادية كيما كيقولوا انسان، يعني ما يخافش منها، فهمتي؟ ما تخلاش، انسان مرض عادي ما كاين حتى مشكل، انسان ما انسان يتمشى كيما العادة، ما يعمل بالو والو.